من أعظم فوائد ومنافع مذاكرة نعيم أهل الجنة أنها تهون عليك حالتك في الدنيا، تهون عليك مصيبتك في الدنيا. إضافة إلى أن الحديث عن الجنة هو إظهار لعقيدتك في إيمانك بالغيب وما أعده الله تعالى لعباده المتقين. فالمؤمن عندما يتذاكر نعيم أهل الجنة يزداد إيمانا ويزداد شوقا فيما عند الله، وتهون عنده الدنيا. وحتى أسليكم، تأملوا معي هذا الحديث وتأملوا معي هذا المشهد كأنكم تشاهدونه الآن. الآن اتركوا الدنيا وارتحلوا معي رحلة إلى الجنة. يوم القيامة يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، يعني أشقى وأبأس رجل. والآن تخيلوا معي شلون أبأس رجل في الدنيا، يعني مريض، فقير، مقعد، ما عنده أحد، مرت به مصائب الدنيا، لكنه من أهل الجنة، مسلم، مؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيغمس غمسة في الجنة، غمسة فقط، يعني ثانيتين، وبعد هذه الغمسة السريعة يقال له: هل مر بك بؤس؟ هل مرت بك شدة؟ فاسمعوا إلى جوابه. أنتوا عاد تخيلوا كأنكم تشوفون المشهد هذه، أن واحد أبأس رجل من الجنة بعد غمستين يسأل هذا السؤال، فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يا الله يا جماعة، أنتم متصورين؟ إحنا نتكلم عن أبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة، مو أنا ولا أنت، أشقى رجل وأبأس رجل. يا جماعة، ثانيتين في الجنة تنسيك الدنيا كلها، إحنا ليش متعلقين فيها كذي؟ يمكن هذا الرجل عاش 60 سنة في الدنيا، ثانيتين في الجنة يا جماعة لسة الألم والفقر والمرض وكل البؤس. يا أحبابي، أنتوا متخيلين هذا الشغل؟ ثانيتين في الجنة، ثانيتين، فما بالكم بمن له سكنة. فاللي يتواصل معاه ويشتكي من زوجته وأهله وعياله، وهذا ما حصل شغل، وهذا عنده مصيبة ومرض، شنو مصيبتك؟ لا شيء. فخلوكم دائما متفائلين، والله تعيش مع الآخر مع الجنة بتعيش متفائل دائما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.